مساء الخير. على الرغم من الأزمات اللي عم بيعيشها لبنان، الرياضيات والرياضيين اللبنانيين عم بيحققوا نتائج لافتة خارج الوطن، أبرزهم منتخب لبنان للباسكتبول يلي قدر يربح لقب بطولة آسيا للفئة بي ويرجع للفئة الأولى بعد غياب سنوات طويلة. أيضا بالتايكواندو بطلة لبنانية اسمها ليتيسيا عون كانت عم بتحقق ميدالية فضية ببطولة فرنسا الدولية المفتوحة للتايكواندو وعم ترفع العلم اللبناني على البوديوم. صبايا لبنان عملوا إنجاز كتار من اللبنانيين واللبنانيات فرحوا لألو فرحوا لألون كبطلات عم بيرجعوا لمطرح ما لازم يكونوا على المستوى ببطولة آسيا. اليوم بالجزء الأول من ريبلاي معنا نجمة الباسكتبول اللبنانية عايدة باخوس، وبالجزء الثاني رح يكون في عنا ليتيسيا عون مع مدير المنتخبات الوطنية للتايكواندو الماستر رالف عون. خليني بلش رحب بعايدة باخوس. أول شيء عايدة مبروك كتير كبير لإلك ولرفقاتك بالمنتخب، وأول سؤال شو بيعني لإلك ولرفقاتك أنه ربحتوا لقب بطولة آسيا المستوى الثاني؟ هاي أول شيء ثانك يو على الاستضافة. تاني شيء هيدا لقب كتير 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 مهم، مش بس لكرة السلة اللبنانية بس للشعب اللبناني، لأنه هلا الوضع بلبنان مثل ما بتعرف شوي صعب، ونحن حبينا نهدي هالربح للشعب لأنه بحاجة نعطيهم أمل، بحاجة نقلن حتى لو الظروف صعبة مع الشغل المظبوط نحن بنقوى وفينا نربح. سو هيدا كان حلم لنا تنقدر نهديه للشعب اللبناني بصراحه. ايه عايده، يعني معك حق، لانه عاده من الاحزان بيجي قوه يعني، وهالمره شفناكم كمنتخب عم تلعبوا بروح وبنفسيه ما شفناها قبل باي منتخب خصوصا للسيدات. هالوجع اللي عم بيعيشه الناس عم بيعيشوه الناس بلبنان، واكيد انتم عايشين اغلبيتكم بلبنان، خليكم تكونوا اقوى بالاردن؟ اكيد وقت الواحد بيقطع بظروف صعبه بحس بيقوى، يعني بصير اقوى. هلا هو هين كثير تنزل في اوقات بالاردن، نحن شوي نزلنا بس كنا كلنا عم نساند بعض، كنا كلنا بدنا نربح. سو اذا حدا نزل شوي بتلاقي اللعيب الثاني اما الكوتشيه عم بيساعدون يرجعوا للليفل تبعهم. سو نحن كفريق كنا كثير عم متحمسين، كنا مثل ما بقول رايحين نفش خلقنا على الملعب، كان صرنا فتره ما عم نلعب مع المنتخب، فتره موقفين ما عم نقدر نمثل لبنان. سو الظروف الصعبه بالعكس ساعدتنا وخلتنا نقاتل لاخر لحظه. بدي اروح شوي فنيا عايدة. الدوري اللبناني مستواه منه مستوى مرتفع مثل الدوريات الباقيه، يعني بكل الدول العربيه يمكن مستوى التنافس بين الفرق عم بيعلي مستوى المنتخب الوطني، هون عم نشوف العكس. عندنا نحن يمكن فريقين بيروت والرياضي بيتنافسوا دائما على لقب البطولة، بس المنتخب اللبناني عم بيكون الأفضل بغرب آسيا وحتى بالدول العربية، شو رأيك بهالموضوع؟ بعتقد لأنه عندنا التالنت بلبنان كتير كبيرة، ونحن كلعيبة بنحط كتير وقت لحالنا، يعني نحن بنشتغل على حالنا كتير برات تمرين الفريق برات الجيمات، سو بنعرف تنبقى على هالمستوى العالي لازم نضلنا تمرين. يعني لبنان انا بلاقيه من يعني نحن رقم واحد بالبلدان العربيه وغرب اسيا. سو حتى لو الليج شوي ضعيفه عنا نحن كلعيبه كاليبر كثير عالي، وبنعرف شو لازم قد ايه لازم نحط وقت تنعوض اللي عم بيصير بالبطوله. يعني بفهم منك انه انتم قبلانين الوضع انه البطوله بلبنان منا على يعني ما فيها تنافس، ولا لا بتفضلوا انه يكون في فرق اكثر ويكون في يعني مثل بطولة الرجال في اربع خمس فرق ست فرق نفس الليفل، ببطولة البنات في فريقين بس بنعرفهم او قادرين يكونوا عم يتنافسوا على اللقب؟ هلا بصراحة تعلي المستوى البنات بلبنان بدك اول شيء تنقلهم على التي في، ما عم بيكون في نقل للبنات. سو وقت يصير في نقل للبنات حيجي سبونسر للبنات مثل ما بيجي سبونسر للشباب. بالاخر الانديه ما عم تقدر تدفع من جيبتها الا مثلا الرياضه بيروت، لانه ما في يعني هن الوحيدين القادرين يدفعوا من جيبتهم مرات السبونسر، بس اذا
ما اجينا دعم من التي في ما حيجينا من سبونسر. سو اذا اجينا دعم من التي في واجينا سبونسر بتقدر توزع اللعيبه على كذا فريق، ساعتها بصير في بالانس ولبل بين الفرق كلها. بس هذا الشيء بده يبلش بنقل التي في والاهتمام بالبنات مثل ما بيهتموا بالشباب، تنقدر نجيب سبونسر، تنقدر ندعم البنات، تنقدر ندعم الفرق. بالأردن كيف كان التعاطي الإداري معكم؟ يعني نيلي مديرة المنتخب هي لاعبة سابقة، الكوتش، كيف كان التعاطي معكم؟ بصراحة نالي هي لعيبة وكانت كتير بروفيشنال معنا، واللعيبة يعني هي هلأ كمانجر يعني، ولعبانة قبل بتعرف شو بيقطع اللعيبة بستريس وشو عايزين. سو أمنتنا كل شيء بحاجة له الحمد لله، وخاصة ككوتش، الكوتش ستاف تبعنا كتير صغير بالعمر، سو هيدا كتير ساعدنا، يعني عمرهم 26 30، سو كنا كتير قراب بالعمر وقدرنا الكوميونيكيشن بيناتنا كلنا تكون كتير منيحة. سو الحمد لله ما قصروا معنا بشي، لا من الاتحاد ولا من المانجمنت والكوتشنج ستاف. كنت عم بسألك لأنه جورج بدي أقول لك أنه صغير بالعمر وهذا الشيء يمكن يأثر، يعني كنتوا تعتبروه رفيق مش كوتش مثلا، بس شفناه بالجيمات عم يفرض وهرته وقت اللي لازم، وإذا بدك عم بيكون قاسي وقت اللي لازم يكون قاسي. أكيد كوتش جورج عمل يعني اللي عليه أكيد، وهو كتير بيحكي بيعطينا موتيفيشن كتير عالية، يعني ولا مرة عيط علينا ولا مرة قالنا كلمة ممنيحة، بالعكس ضلوا يحمسنا ضلوا يحمسنا، حتى وقتها نحن داون كان عم بحمسنا. سو كمان كوتش جورج كان لعيب قبل، سو وقت الواحد يكون لعيب بيعرف شو بيقطع اللعيبه بقصص، والحلو فيه كله حماس، يعني ما في ولا ثانيه فيك تقشط معه لانه هو بضله محمس كل الوقت. عايدة بالمنتخب في أسامي كبيرة، يعني في ريبيكا، في شيرين، في أنتي، ما بدي أنسى حدا، في لما، وفي لعبة أجنبية. يعني عادة بنشوف في تنافس على مين هي الأفضل أو مين هو اللاعب الأفضل، بهيدي البطولة ما شفنا هيك، شفنا أنه كلكم عم تلعبوا لهدف واحد، شو السبب؟ يعني هذا شيء إنساني، بعرف أنه كل حدا بحب أنه يكون هو الأفضل. أكيد بس أعمل لك هذا من أحلى المنتخبات والفرق اللي أنا لعباني فيها، يعني عندك بنات اعتزلوا منتخب مثل ليلى ساندرا، وعندك بنات اجوا من برا مثل ريبيكا نارينا لما، سو كلنا عن جد جينا بقلب وحده وايد وحده وبدنا نربح للبنان اكثر من انه بدنا نربح لنفسنا. سو كلنا كنا ايد وحده، كلنا كان عندنا تارجت وحده هي نربح، وما كان في غيره بالفريق وما كان في شيء، وهذا الشيء بأثر كثير بالفريق، اذا الكل بحب بعضه والكل بيتفق ببين هذا الشيء على الملعب. هيدا انتوا عملتوا هيك ولا الكوتشنج ستاف قدر، او الجهاز الفني والاداري قدر انه يخلق هيدا الكيمستري بدون الغيره بين اللاعبين، ولا انتوا جايين بهالنفسيه؟ نحن عن جد جايين بهالنفسيه. كمان عندك فريق كلنا بطلنا كثير صغار بالعمر، يعني افرج الفريق يمكن شي 30، سو كلنا وير ماتشور انف تنعرف نحن هونيك تنربح، واكيد نحن وير سراوندد محاطين بعالم بتفهم بالباسكت وشغلانه بالباسكت وشاطره بالباسكت، سو هيدا كله بيساعد. والاتحاد ما حط علينا بريشر قلنا روحوا العبوا، سوري رح روحوا العبوا انبسطوا وكله له حديث، سوري بتعرف لبنان بتروح الكهرباء. ايه اكيد بعرف انه بتروح الكهرباء. خليني سوري اوكي خلص هلا اذا يمشي الحال. طيب اوكي رح اسالك، انا سمعتك بس رح اسالك، طالما حكيتي انه معدل اعمار اللاعبات صار شوي مرتفع، هي اول مره يمكن بمنتخب بنشوف فيه اسماء جديد مثل قمر منصور، ياشا زينون، ناريني، شو بيعني لك لإلك انت عايده اللعبه المخضرمه، اللعبه اللي عندها اسم مش بس بلبنان، بكل اسيا والعالم العربي بالباسكتبول النسائي، شو بيعني لك انه في جيل جديد لاعبات عم بيطلع؟ اكيد هذا الشيء كثير مهم لنا، لانه بصراحه الجنريشن الجديده بلبنان بدها شغل، يعني بدها شغل كثير. هلا وقتها نحن نجي نوقف مثل انا ولما وليلى حيكون في كتير جاب يعني بيناتنا وبالجنريشن الاصغر، ما في غير دانييلا ومغرب وناريناه يعني اصغر منا،
هيدا شيء كثير منيح انه قدرنا نفوت يونج جنريشن بالفريق، وان شاء الله لبعدين نقدر نفوت اكثر، بس نحن بحاجه تيكون عندنا جنريشن صغيره طالعه بتقدر تمثل لبنان وقتا نوقف نحن، وهذا شيء بدنا نبلش عليه شغل من هلا. يعني ما فيهم ينطروا تيكبروا بالعمر تيصيروا عشرينات 21 تيبلشوا يستدعون على المنتخب تيبلشوا يتمرنوا، بالعكس هيدا دوما راحوا منتخب فيهم يجوا يتمرنوا معنا مثل ما عملت جوسي جوسلين جعاره، اجت تمرنت معنا كل الشهرين تمرناهم للمنتخب، وبعدين هي عارفه انه جايه بس تتمرن وتاخذ الاكسبيرينس. نعم. سو هذا شيء كثير منيح تنقدر نبني جنريشن ثاني غيرنا. انت كعايده مرتاحه لمستقبل الباسكتبول النسائي بلبنان؟ بصراحه ما كثير بصراحه، بس عندك اكاديميز كثير منيحه عم تشتغل مثل نادي الهوبس، عندك بيروت هلا، يعني عندك رياضه، عندك فرق عم بتطلع جنريشن صغيره منيحه، بس يعني عم بياخد وقت كثير يطلع حدا منيح، يمكن كل 4 سنين 5 سنين تلاقي شخص، عم بحكي كبنات مش كشباب. اكيد سو هيدا بده يرجع للنادي وللاتحاد يشوفوا كيف بدهم يجربوا يسرعوا البروسس ويحمسوا الاولاد الصغار يلعبوا باسكت، يعني يتجهوا للباسكت من انه ما يتجهوا للسوشيال ميديا او قصص ثانيه. طيب عايدة قلتي لي انه الاتحاد امن لكم كل شيء لازم يامن لكم اياه، وانه كنتوا كثير مرتاحين هونيك، خبرينا شوي عن الاجواء كيف كانت بعمان، يعني كان في ستريس، في عندك منتخب ايران من المنتخبات القويه، عندك منتخب الاردن صاحب الارض، المنتخب السوري كمان يعني ما لا يستهان فيه، وعندك فرق شرق اسيا اندونيسيا وغيرها من المنتخبات، كيف كانت اجواء البطوله ككل؟ كيف كان مستواها؟ المستوى كان كثير كثير منيح، ونحن مجموعتنا سقبت من اصعب المجموعه، يعني ما كانت هينه ابدا. اندونيسيا فريق انا كثير استغربت بالمستوى تبعهم، اول مره بلعب ضدهم، اول مره بشاركوا، حتى الايرانيه اسم الله اجريسيف طوال، بس اللي ساعدنا انه كنا قاعدين ببابل، يعني من ورا الكورونا ممنوع تفل من الاوتيل، ممنوع تطلب دليفري، ممنوع تروح، سو كلنا كنا فوكست، يعني قضينا وقت كثير مع بعض وحكينا شو لازم نعمل. سو هيدا وقت اللي قضيناه مع بعض، تخيل قاعدين 14 يوم بزيت الاوتيل ممنوع تفل، قربنا على بعض يعني، وعرفنا انه المستوى كثير 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 عالي. هلا نحن لعبنا كثير منيح، فرجع انه يمكن المستوى ما كثير عالي، بس اذا بتطلع على السكورز كانوا كثير قراب، يعني الا الفاينل الحمد لله، بس عن جد قدمنا مستوى كثير كثير، فالعالم صاروا يقولوا انه شو هي البطوله اللي راحوا عليها، بس نحن كنا كثير فوكس، كنا كثير محمسين، وكنا عن جد حاطين براسنا بدنا نروح نكسر الدنيا. هلا كسرتوا الدنيا، نحن كنا يعني معتبرين انه الماتش مع الاردن لانه في جمهوره وملعبه وكل هيدا رح يكون اصعب جيم، عملتوا العكس، يعني ربحتوا على ايران على سوريا على اندونيسيا ولعبتوا مع الاردن كانكم عم تتسلوا او عم تتمرنوا، ونحن كنا خايفين العكس هون. اكيد لانه بالاخر الاردن عم تلعب بارضه مع جمهوره، يعني اللي حضر الجيم شاف قد ايه كان في جمهور، لدرجه جمهور اللبناني ما قدر يفوت، ما في مطرح يقعد كان. سو بس نحن رحنا كثير محضرين، ونحن لاعبين ضد المنتخب الاردني وعارفين شو بيقدروا يعملوا والويكنس والسترينث تبعهم، وهذا كان رابع جيم بنلعبه مع بعض، سو نحن بلشنا بطيء، وبالاخر وقت تعودنا على بعض يعني مثل فشينا خلقنا وتركنا كل شيء على الملعب. نحن تحضرنا قبل شهر من البطوله، ريبيكا اجت لقتنا هونيك، الاجنبيه هونيك، لما هونيك انا جيت مأخره، سو كان هيدا رابع جيم الفريق لعب مع بعض تتعود على بعض، وهيدا الشيء يعني مبين باخر جيم الحمد لله. اكيد الحمد لله. هلا الليفل اي مختلف تماما، يعني ما بعرف اذا رح يكون في خطه طويله الامد لحتى نروح، بتصور بال 2023 يمكن بطوله اسيا ده. 2023 رح تصير، اكيد في منكم حيكونوا وقفوا مثل لما وقفت تجوزت اجاها اولاد ورجعت على المنتخب لانه المنتخب بحاجه لها،
برأيك شو لازم ينعمل؟ كيف لازم تكون التحضيرات من هلأ لبطولة آسيا الليفل أو معقول نرجع ننزل ولا لا؟ بتعتبري أنه فينا نبقى بالمستوى الأول؟ هلا صار البريشر علينا اكيد تنبقى بالمستوى الاول، هذا بده يرجع هلا للاتحاد، بده يرجع انه تنبلش تمرين من هلا تنتحضر لسنتين مثل كل الفرق بتعمل. يعني ما في لاعب بقى هلا عم تلعب ضد فريق استراليا، نيوزيلند، اليابان، الصين، يعني فرق من اقوى البلدان بالعالم. فلازم نبلش التحضير من هلا، نعمل كامبس، معسكرات، نجيب لعيبه لبنانيه عم بيلعبوا بامريكا من اصول لبنانيه، يعني ما لازم نوقف بصراحه، وهذا الشيء الاتحاد عارفه. انا بعتقد عندنا تشانس كبير نبقى بالديفيجن اي، عندك فريق فيلبينز فينا نخسره، عندك فريق تشاينيز تايبي عندنا امل نخسره، وفيك هلا اذا بتجيب لعيبه لبنانيه عم بيلعبوا بامريكا عندك تشانس مثلا بدل ما تخسر 50 نقطه بتخسر 10، عرفت؟ بس اكيد انت بدك تبلش. نعم عايده، انت مع انه نجيب هول اللاعبات ولا نتكل على عليكم على اللعيبه اللي اذا بدك هن عملوا الباسكتبول النسائي بلبنان؟ في كتار بيكونوا مع، وانا شخصيا ضد هيدا الموضوع، بس ما بعرف انت كلاعبه يعني بتلاقي انه مناسب نروح نفتش على لعبات تنجنسهم او عندهم جنسيه لبنانيه نجيبهم يلعبوا بس هيك للمنتخب وما نستفيد منهم بالدوري؟ لا انا اكيد مع انه نجيب اذا اللعيبه لبناني. انا مثلا كنت عم بلعب كل حياتي بامريكا، لعبت بالمدارس جامعات، رجعوني على لبنان وعم مثل لبنان وبقيت بلبنان. سو انا بعتقد اللبنانيه اللي برا بالعكس حيعطوا فاليو واد للمنتخب وحيعطوا اكسبيرينس للبنات الصغار، حيتعلموا منهم، يعني اعلى ليفل بتلعبوا هو بامريكا. سو بالعكس عم بيزيدوا خبره للمنتخب وعم بيعطونا ثقه بالنفس وعم نتعلم منهم قصص وعم بقوي المنتخب. اذا بتجيبهم وينفست ان ذم، وانت بتعرف اللي بيجي على لبنان بينغرم بلبنان، يعني كثير صعب يفل من لبنان. انا هيدا الشيء صار معي. بالعكس عم بيعملوها مع الشباب، مثلا لحو سيرجيو درويش راح لعب برا رجع على لبنان، بالعكس هيدا بزيد بوش، بيعطي بوش لنا وللبن للمنتخب. اكيد في اسماء براسك، يعني في لاعبات لبنانيات من اصل لبناني ممكن يفيدوا المنتخب، بلشتوا تتواصلوا معهم او الكوتشنج ستاف يتواصل معهم؟ هلا الاتحاد والكوتشنج ستاف عنده كل الاسامي، ونعم بلشوا يحكوا معهم، يعني من هلا عم بخططوا من هلا لسنتين للبطوله. انت مع يعني انه يكون بلاهم حتكون صعبه شوي، انه بنبقى بالاي، بس نحن هدفنا نبقى ونربح كم فريق كمان، يعني من الفرق الكبيره. اوكي، انت مع بقاء جورج جعجع كمدرب من هلا للليفل اي، ولا بتفضل يكون في مدرب اجنبي، ولا بتعتبري انه التعب اللي تعبتوه هلا لازم تتكافوا انتم وكل اعضاء الفريق ببطوله اسيا ليفل اي؟ هلا مثل ما شفت قدمنا، يعني شو بقولوا بالعربي، سوري، قدمنا اداء كثير قوي، يعني وقت كوتش يربح بطوله ما ح يعني ما فيك تشيله من المنتخب، اما حيلا فريق كوتش جورج قدم عمل شغله، ساعد المنتخب يوصل لهون، كان متحمس اكثر منا، بحب بلده كثير وعمل شغل منيح، يعني ما خسرنا ولا جيم، وكان كثير منيح مع البنات. سو انا برايي اكيد انه ربحنا كوتش، الكوتشنج ستاف واللعيبه كلهم بالعكس لازم يبقوا اكيد. الجمهور اللبناني بالاردن كيف لقيتيه؟ قالوا لي انه كان في جمهور لبناني عم بيجي يشجعكم بكثره. صح صح، بصراحة كل بعد كل جيم وخاصة وقتها توقف عم بتغني النشيد الوطني وبعد الجيم تلاقي الجمهور عم بشجع، أنا روح عم نالي إلى نالي حأبكي، يعني تأثرت بحكي بالموضوع بتش بدني عن جد، بلاهم يمكن كنا أوكي ربحنا بس ما كنا عشنا هالإكسبيرينس، ما كنا عشنا إنه نحن في جمهور ورانا، إنه نحن اللبنانية وين ما كانوا بيدعمونا. سو حسينا حالنا انه نحن بلبنان وعطونا الباور، يعني صرنا بدنا نلعب كرمالهم عن جد، والفرحه اللي على وجههم ما بنسيها ما بنسيها ابدا. اكيد هيدا لبنان. عايده بدي اسالك اخر سؤالين، برايك الباسكت بول النسائي بلبنان وباسيا عم بيتطور او رح يتطور اكثر من ما هو اليوم؟ واخر سؤال، كيف شفت الاهتمام فيكم؟ يعني يمكن من المرات القليلة اللي بنشوف فيها مسؤولين عم بيهنوا
منتخبات رياضية، رئيس جمهورية على تويتر، رئيس الحكومة، رئيس الاتحاد، يعني شفنا اهتمام صار بمنتخبات لبنان لأنه أنتم عم تربحوا. صح، هيدا اكيد الربح. هلا اللي ربحناه منه شيء هين ابدا، يعني بعد 10 سنين تقدرنا نطلع ديفيجن ايه، سو اكيد هيدا فرحه لكل لبنان، ورجعنا اسم لبنان بالباسكت على التوب، سو بدي اشكر كل اللي دعمونا، واكيد الاتحاد ما بخبرك قد ايه ساعدونا، يعني تنوصل على التمرين من قصه بنزين، من قصة يأمنونا كل شيء، ما كان هينة أبدا عليهم، من كلفة البطولة بتكلف فوق $60,000 دفعوا طرحنا، فبدي أشكرهم على كل الاهتمام. أنا بعتقد الباسكت بلبنان أكيد حتتطور إذا عم يشتغل مع كوتشية منيحة، إذا الاتحاد بحط براسه إنه بدنا نوصل أكيد بنوصل، وبطلب من الدولة أكيد تساعد الاتحاد يعني تدعمهم أكثر، ما ضروري مصاري، يعني مثلا يبعثوا لنا تورنمنتس لبرا معسكر، مثلا قبل البطوله ما قدرنا نروح معسكر برات لبنان مثل كل الفرق، صعب بتعرف الوضع كيف، بس بتمنى انه يعطوا بوش زياده لليونجر جينيريشن ويطلعوا لهم تشانس اكبر من ما نحن طلعنا، طب يقطعوا زيت القصص اللي نحن عم نقطع فيها. ان شاء الله. يعني انتم مش بس ابطال لانه ربحتوا بالملعب، انتم ابطال لانه عشتوا اللي عم بيعيشوه الشعب اللبناني. يعني اكيد تفاجئتوا بالاردن، لا في قطعه كهرباء ولا في قطعه بنزين ولا في كل هدول القصص. مبروك مره جديده لإلك ولرفقاتك، بعرف انك عم تحكي بلسانهم كلهم سوا، ولو قادرين انه يكونوا ضيوفنا كلهم سوا ما كنا من قصير، بتعرفي ظروف الكورونا كمان اليوم بالبلد، مشان هيك كلها عم بتكون عبر زوم. أنا بدي أشكرك عايدة لإطلالتك معنا، وأقول لك ألف مبروك لإلك ولكل رفقاتك. ميرسي كثير على الانترفيو عن جد، ثانك يو على الاهتمام، وأخذتوا الوقت تعملوا معنا انترفيو عن جد، ميرسي كثير. ثانك يو لإلك. لكن مشاهدينا بريك وبنرجع للجزء الثاني من ريبلاي. عودة لريبلاي مع ضيفين مميزين الليلة بسبب الإنجاز يلي عملته لتيسيعون ببطولة فرنسا الدولية المفتوحة للتايكواندو، نالت ميدالية فضية بوزن 57 كيلوغرام. هيدا منه شي جديد على لعبة التايكواندو بلبنان يلي على طول بتحقق نتائج جيدة وميداليات عربية أسيوية وحتى فرانكوفونية ومتوسطية. اهلا وسهلا فيكم لاتيسيا ورالف مدير المنتخبات الوطنيه، بعرف الشغل الكبير يلي عم تعمله انت، اهلا وسهلا فيكم. ميرسي، اهلا فيك. طيب خليني بلش مع لاتيسيا اول شيء لاسالها، شو بتعني لها الميداليه الفضيه ببطوله فرنسا الدوليه؟ يعني عم نشوفها عم بيتطور مستواها، عم تطلع هلا صرنا عم نلامس العالميه. كانت تجربه كثير منيحه، وانا كثير تعبت توصلت لهذا المطرح، يعني هيدي الميدالية بتفرجي انه نحن ماشيين على الطريق الصح وبينت بالبطولة. كنت خايفة؟ كنت يعني بعرف انه أول مرة عم توصلي على تنافسي على هيدا المستوى، كان عندك خوف؟ كان عندك رهبة؟ كان عندك أي شيء منها؟ ولا رالف كان قايم بالمهمة منيح؟ لا هلا مش أول مرة بلعب ضد ناس برا، كنت كثير كونفدنت هونيك انه في أربحهم كلهم، لا ما كنت خايفة أبدا. طيب رالف، عادة نحن بنروح بلبنان لاعبات واللاعبين اللبنانيين بنربح بدورات دولية، بنربح ببطولات آسيوية، بنربح بطولات عربية، كل شيء في بطولات بنربحها، لكن بس نوصل التأهل للألعاب الأولمبية بنحس حالنا إنه عملنا خطوة لورا، شو السبب؟ هلا بدي أقول لك شغلة، اليوم مع ليتيسيا هيدا الشيء ما بينطبق صراحة، لأنه نحن اليوم ليتيسيا بالتصفيات الأولمبية اللي خدتها بالأردن، ليتيسيا كانت ثالثة، كانت حاصلة على الميدالية البرونزية، واللي نحن عنا بالتصفيات التايكوندو بالتصفيات الأولمبية أول اثنين من آسيا بيتأهلوا على الأولمبياد. هلا لسوء الحظ ليتيسيا خدت مباريات، وصلت على مباراة التأهل وخسرت على مباراة التأهل مع الشخص يلي هو حصل على برونز بالأولمبيكس اللي صارت بطوكيو، بقى ما كانت أبدا بعيدة ولا مرة أصلا نحن بنحس إنه هذا الشيء بعيد عنا صراحة، بس أوقات كمان يعني حسب الظروف، وبقول لك إنه فرقت معنا على 20 ثانية
اليوم طلعت على البوديوم مركز ثالث بآسيا يلي هي أقوى قارة للتايكوندو بالنسبة لنا، بس الرولز بتقول إنه أول وثاني بس بيروحوا على الأولمبيكس. برأيك كل اللي عم نعيشه بالبلد وأجواء الكوفيد 19 وكل هيدي الأمور أثرت على ليتيسيا وعلى غيرها؟ ليتيسيا 19 سنة، في كمان غيرها من اللاعبين اللي صار عندهم خبرة أكثر منا، أثر علينا هيدي الحياة اللي عايشينها؟ يمكن الكوفيد أثر على كل العالم بعالم سبور وبرات عالم سبور، ما بتخيل في ولا إنسان على الكرة الأرضية ما تأثر بموضوع الكوفيد. بس اللي بقول لك انه نحن جربنا قد ما فينا مع الكوفيد نضلنا متابعين قد ما ممكن. وقتها كان في لوك داون، كان عم ينبعث البروجرام تاع الشباب يشتغلوا من بيتهم اللي بيقدروا يعملوه. اكيد ما كان فينا نعمل تمرينات فل، بس جربنا قد ما فينا مع ليتيسيا ومع كل الشباب انه نضلنا قد ما بنقدر مكملين. الاتحاد كان كمان متابع كل الوقت بهالفتره، لانه انا بقول لك يمكن حتى بالتايكوندو بغير رياضات في كثير ناس خسرون العالم الرياضي بفتره كوفيد، لانه في ناس على هالفتره اللي توقفت ما رجعت على الرياضه. الحمد لله نحن قدرنا نستوعب هذا الشيء. ليتيسيا، قديه مهم دعم اهلك لإلك، وقديش مهم انه تكوني عم تقدري تكوني بالجامعه وتكوني عم بتمارسي الرياضه يلي بتحبيها منك محترفه؟ قديش هيدا الشيء مهم؟ واهلك، يعني بعرف انا اهلك كثير داعمين لإلك. ايه دائما اهلي بيجوا معي بيساعدوني بحمسوني لكمل، يعني ودائما بيقولوا لي انه ايه فيك تعمل اثنين، في روح على الجامعه، في جيب علامات منيح، وزيت الوقت في اعمل سبور، وبيضلوا حد اوقات بيسافروا معي. هلا كانوا اجوا معي على باريس ودائما بحمسوني. اذا شي نهار قلتي لهم بدي روح احترف تايكواندو، معقول يقبلوا معك ولا لا؟ يا ريت. ما بيقبلوا. ما بيقبلوا. دائما الاهل بيضل عندهم خوف، خصوصا انه نحن عايشين ببلد ما بيحترم الرياضيين وما بيامن لهم مستقبل. انا مع اهلك اكيد. ليتيسيا، كيف شايفه شغل اتحاد التايكواندو بلبنان وناديكي؟ هلا بلاي هون انا ما كنت قدرت اعمل ولا شيء، لانه هن بيدعموني بكل شيء، كثير بيركزوا علينا، بيهتموا كل الاتليت هونيك وبيساعدونا تنسافر. طيب خلينا نشوف انا وياكم والمشاهدين فيلم لمباراتك بتصور مع اللعبه المغربيه. الفيديو وصلنا من الاتحاد اللبناني للتايكواندو وقطع نهار الجمعة الماضي بنشرة أخبار الأو تي في المساء. خلينا نشوفه أنا وياكم ونحكي عنه. ليتيسيا كانت عم تلعب بوزن 57 كيلوغرام بالدور الأول، ربحت على لعبة من بريطانيا بنتيجة 12-2، رجعت ربحت على لعبة إسبانية بصعوبة بنتيجة 13-11، كانت مباراة كتير كبيرة. بالدور ربع النهائي ربحت على لاعبة مغربية مصنفة بالمركز العاشر بالعالم أو الـ11 بالعالم عفوا 12-3. بالدومي فينال ربحت على لاعبة بلجيكية 8-5، لكن بالمباراة النهائية خسرت مع لاعبة أمريكية 16-26. يعني عم بتشوفوا العدد الكبير من اللاعبين من كل دول العالم اللي كانوا مشاركين ببطولة فرنسا الدولية. أكيد اللاعبات واللاعبين بياخدوا خبرة. نحن وعم نشوف رالف هالمشاهد، أنت كنت موجود، قديش كيف بتقيم مستوى الدورة هونيك؟ الدورة هي من الأهم اللي من الأهم اللي بيصيروا بأوروبا. الفرنش أوبن من أعتق ومن الأكثر الدورات يلي بيجي عليها حضور، ومثل ما شفت يعني اليوم الحضور جاي من كل القارات. عادة هذا الشيء كثير قليل التيسير، بس إذا بقول لك كان في من أمريكا، من برازيل، من مكسيكو، غير إنه نحن كدول آسيوية كمان وكل أنحاء أوروبا. الفرنش أوبن هي الأعرق ومن أصعب البطولات اللي عم بتصير بأوروبا. طيب خليني أسأل ليتيسيا. ليتيسيا، أنت شايفة حالك قادرة انك تربحي ميداليه اولمبيه؟ يعني بعرف عم تتدرجي، عم تربحي كثير بطولات، وعم اذا بدك كثير عم بتخانقي وعم بتحاربي الظروف يلي نحن عايشين فيها وعايشين فيها كل اللبنانيين. شايفه حالك قادره تروحي على الالعاب الاولمبيه وتربحي ميداليه اولمبيه؟ بعدك صغيره طبعا، يعني عندك تقريبا 10 سنين بعد تايكواندو بكل رياحه. هلا انا عم جرب
امشي ستيب باي ستيب. عم شارك اكثر شيء في بطولات برا تجمع نقاط، اذا في اتاهل بهالطريقه اوكي منيح، اذا لا برجع بلعب بطوله مثل هيديك المره لطوكيو تتاهل. ايه اذا بتاهل انا اول جول انه اتاهل، اذا بتاهل ايه في فكر بالميداليه. اذا فيني يعني كنت اذا فيني كمان بس عقب على اللي عم بتقوله ليتيسيا، اليوم حضرتك قلت ليتيسيا لعبت مباراه الثالثه مع المغربيه المصنفه 11 في العالم. نعم. هيدي اللعبه المغربيه اللي خسرتها ليتيسيا كانت باولمبياد طوكيو من شهرين. اللعبه اللي لعبت معها على السيمي فاينل البلجيكيه يلي خسرتها ليتيسيا هي لعبه كانت باولمبياد طوكيو من شهرين. هول اللعيبه اللي وصلوا على الاولمبيكس لما عم نلعب معهم نحن ونحن عم نتفوق عليهم، هيدا تلقائيا بيعني انه نحن تاهلنا على الاولمبيكس منه حلم ابدا، هو شيء بمتناولنا ونحن اكيد رح نوصل عليه. وبرجع بقول لك اللي خسرنا معها على ماتش التاهل اللي كان ممكن ياخذنا على طوكيو هي لعبه جابت برونز ميدل بالاولمبيك جيمز. ما عندنا شك باللي عم بتقوله. طبعا انا بعرف قديش عم بيتعب الاتحاد ورئيس الاتحاد دكتور حبيب ظريفي بالرؤيه اللي عملها، بس اكيد الظروف اللي عشناها بالبلد بعد احداث تشرين وبعد الكوفيد خربطت كل الامور اللي كانت عم بيتخطط لها، ورغم هالشيء ما كنا بعاد عن الالعاب الاولمبيه. بس انا كنت بدي اقول لليتيسيا انه النتيجه الحلوه الفضيه بباريس ان شاء الله بال 2024 الالعاب الاولمبيه رح تكون هنيك، ان شاء الله يكون هيدا ستاج عملتيه. اكيد ان شاء الله، يعني نحن هيدا الشيء اللي نحن بنتمناه. واكيد مثل ما انت قلت دكتور حبيب والاتحاد عندهم هالفيجن وعم بيحضروا لهيدا الشيء وحاطين بلان كرمال كمان هلا بلان عم نفكر بباريس 2024 الاولمبيك جيمز. واكيد لولا الفيجن تبعه ولولا هو صراحه مثل ما كنا عم نحكي قبل، لو ما هو كان عنده هالطريقه بكوفيد ما ننزل ونضلنا مكملين، بتخيل ما حدا في منا كلنا يقول انه هو اللي عمل هالشيء الا دكتور حبيب، هو اللي خلينا بالكوفيد ماشيين. واكيد انت بتعرف انه حتى بازمه الكوفيد لبنان استضاف بطوله اسيا للتايكوندو السنه الماضيه، وهذا الشيء بتخيل ما حدا كان متوقعه بالظروف اللي عم نقطع فيها. وكنا كلنا بقول لك بكل صراحه كنا كلنا شاكين انه هذا الشيء رح يزبط من وراء وضع كوفيد ومن وراء وضع لبنان. ما كان في غير دكتور حبيب دائما يقول رح تصير وبطوله اسيا رح تصير، ورجعت صارت، واللي صارت على ارضنا مثل ما الكل بيعرف. واكيد البيروت اوبن ما بدنا ننسيها. ليتيسيا ايه كان اصعب جيم لك بالتورنمنت؟ اصعب جيم بفتكر كان اكيد الفاينل، بس تقطع اصعب جيم الثاني ماتش ضد سبين. يعني عادة بيكون اول جيم هو الاصعب لانه بيبقوا مش عارفين مستويات اللاعبين، ولا بتعمل سكاوت بتشوفي اللاعبات يلي رح تلعبي ضدهم؟ لا، ثابت اول جيم انه كان اهين من هوليك، ثاني جيم لانه سبين ناشونال تيم كثير قوية ربحت على فرق نقطتين بس. هيدا كان اصعب جيم عندك. بدي اسالك، عم تستفيدي من حدا بهالدوله، حدا عم بيساعدك عم بيقول لك اوكي انت عم تعملي نتائج للبنان عم تربحي ميدايات لازم نضلنا نساعدك، ما بعرف برنامج التضامن الاولمبي، حدا واقف حد ليتيسيا اللي عم تحقق للبنان كثير؟ انا اخذت بورس من اللجنه الاولمبيه من برا للتحضير لطوكيو، وهلا رجعت قدمت لباريس. واجيك مساعده يعني وقفي حدك اللجنه الاولمبيه؟ هلا لطوكيو اللجنه الاولمبيه من برا بعثوا لي مصاري، بس هلا لباريس لا، بعد ما حدا بعد ما ردوا علينا. واذا ما ردوا عليك شو رح تعملي؟ رح تتكلي على اهلك وعلى ناديك واتحادك؟ بتكل على اهلي وعلى الاتحاد. طيب رالف، عن جد يعني عم نشوف هالصبايا باعمار صغيره عم بيحققوا نتائج، برايك عندنا جيل مثل ليتيسيا يعني بهالبطولات اللي عم تعملوها كاتحاد عم بتشوفوا خامات، عم بتشوفوا مواهب ممكن نشوفهم يحققوا افضل من ما حقق الجيل تبعكم؟ للصراحه ايه، بس دائما التشالنج هو كيف بدنا نحافظ على هذا الجيل. انت بتعرف اليوم انت قلت انه ليتيسيا في عندها دعم كبير من اهلها، وفي دعم اكيد دعم الاتحاد هو للكل، بس كمان في الاهل وفي في فاكتورات معينين كمان بخلوا ليتيسيا تقدر تكمل. المشكله مش بالخامات، المشكله كيف فينا ببلدنا نقدر نحافظ على الاجيال الطالعه يلي عندها المواهب. هذا شيء كثير صعب بعالم الرياضه بلبنان.
صورة عم تعطينا صورة شوي سوداوية، يعني نحن بفضلكم انتم كاتحاد، تقريبا انتم كاتحاد تيكواندو من الاتحادات القليلة بلبنان يلي بتشتغل بصمت ويلي مش عاوزة حدا بتتكل على حالها، يعني بدنا تشجعهم شوي أكثر لهالصبايا والشباب. أنا أكيد بشجعهم، أنا ما أقول لك لا، وأكيد اليوم مثل ما انت قلت هيدا مجهود اتحاد، يعني مجهود فردي ومجهود اتحاد باللي عم يعملوا كل شيء باتحاد، بس اليوم انا عم بحكيك على صعيد وطن، انا ما عم بحكيك بس جوا الاتحاد شو عم بيصير، يعني اليوم لولا الاتحاد ما انه عم يشتغل بهذا المجهود الفردي واللي عم يعملوا دكتور حبيب، كل اللي عم نحكي فيه اليوم كثير صعب يصير، لانه نحن ما لنا بمطرح الدوله بتساعد ولا مطرح الدوله بتكافئ حتى، بس كل اللي عم بيصير اليوم ان كان بميداليات لتيسيا وبالميداليات السابقه واللي صار ببطوله اسيا، 3 ميداليات للبنان ببطوله اسيا، للاسف انا ما فيني اقول انه هيدا في شيء منه جاي من وراء دعم دوله ولا شيء غير دعم اتحاد ومجهود اهلها والاهل الاشخاص البقيه. اليوم انا هيدا اللي عم جرب اقوله، اليوم كاتحاد اكيد نحن مثل ما في ليتيسيا رح يكون في غيرها، مثل ما كان في ميداليات بطوله اسيا رح يكون في كثير بالاجيال الجايه، بس كله مبني على اتحاد، منا عم نحكي على صعيد وطن. ليتيسيا مثل ما قال ماستر رالف، انت ربحتي على لاعبات شاركوا بالالعاب الاولمبيه وربحتي على مصنفه 11 و12 بالعالم، عم تشوفي حالك كل مره عم تربحي خبره اكثر وعم تقدري تتقدمي بهيدي اللعبه؟ ايه، كل بطوله بتبين لي انه انا عم بتقدم والشغل اللي عم بعمله انه انا مش على الطريق الصح. بدك تزيدي كميه التمرين ولا مرتاحه مثل ما انت هلا؟ حسب درسي، كل ما يكون عندي درس بزيد كمية التمرين، بتمرن أوقات مرتين بس ما يكون عندي جامعة. بس بياخذ لك شيء هيدا من حياتك الشخصية، يعني أنت اليوم 19 سنة هيدي عز الحياة عندك، بتحسي إنه التايكوندو واحترافك أو مثابرتك على هيدي اللعبة عم تاخذ لك شوي هيك من الحياة اللي بيعيشوها اللي بعمرك؟ لا مش ما كثير، لانه بالويكند في روح بظهر بتسلى، بس ما يكون عندي جامعه بالسمر بريك عندي وقت اظهر اعمل كل شيء بدي اياه، بس بنفس الوقت هلا بياخذ شوي من وقتي، بس مش دائما حلو انه دائما نتسلى، حلو اوقات انه ركز على السبور، انه بس دائما اتسلى بلاحظ انه لا حلو اعمل شوي من هون وشوي من هون. برافو عليك رالف، دايما بنحس انه الصبايا بلبنان بيحققوا نتائج اكثر من الشباب برات لبنان، يعني بالبطولات بنحس انه الصبايا بيحققوا نتائج اكثر، شو السبب؟ صراحة هلا نحن ما بعرف لك شو السبب يعني، بس عندنا نتائج بالبنات اكيد حاضرة وسابقة، بس كمان الشباب عندهم حصتهم من النتائج، يعني اذا بدنا نحكي حتى من الاولمبيك ميدل باليوث اولمبيك جيمز يلي احرزها ميشيل سماحه، هي بعرف شباب اليوم ببطوله اسيا، 3 ميداليات، 2 منهم هي شباب، ميداليه منهم هي كانت للبنات، يعني منا قاعده، بس صراحه لاقول لك شو السبب ما بقدر اقول لك سبب، بس الحمد لله في شباب وفي بنات عم بيحققوا. بدي اسالك رالف، قديش بدنا وقت برأيك لنقدر نجيب ميدالية أولمبية؟ يعني أنت قلت أنه نحن منا بعاد، فرقت معنا 20 ثانية لنشارك، بس تنجيب ميداي أولمبيك قديه بدنا وقت؟ أنا بقول إذا بنوصل على إذا بنوصل على الألعاب الأولمبية بتصير الميداي شيء كتير قريب علينا صراحة، يعني يمكن أنا لإلي عم شوف الوصول هو أصعب من الميداي، وانس حطينا اجرنا وعرفنا انه نحن معنا بطاقه تاهل، بتخيل القصص تاخذ غير مجرى كليا، يعني انا بقدر اقول لك يمكن ليتيسيا اذا بتتاهل على باريس 2024 يمكن ممكن تاخذ حتى بريك من جامعتها لفتره معينه تقدر تعمل الاكسترا افورت، بس هيدا الشيء ما بنقدر ناخذ فيه ديسيزيون ونحن بعد ما تاهلنا على الاولمبيكس، لانه مثل ما انت بتعرف اليوم نحن المنتاليتي عندنا الدراسه هي قبل كل شيء طبعا قبل الرياضه، بس وانس معنا تيكت بايدنا بتخيل هذا الشيء ممكن يكون اكسبشنال لفتره صغيره. طيب خليني اسالك ليعرفوا المشاهدين عن شو عم نحكي، امتين ممكن نعرف حالنا نحن؟ يعني قبل قد ايه وقت من الالعاب الاولمبيه فينا نعرف اذا رح نتاهل؟ يعني هلا بالظروف غير الطبيعيه بالكوفيد عرفنا قبل جمعتين من الالعاب الاولمبيه انه مش رايحين،
واكيد ما كان في وقت لتحضر وتحكي عن يلي عم تحكي عنه، وبعرف انه انت مدير المنتخبات الوطنيه وفي كثير بلانات براسك. امتين معقول نعرف اذا لاتيسيا او غيرها من اللبنانيين واللبنانيات رايحين على الاولمبيك جيمز؟ اول شيء نحن اليوم للتاهل على الاولمبيكس في طريقتين. اليوم اذا لاتيسيا بتقدر تنزل التصنيف العالمي لمطرح معين تقدر تفوت تشارك بالجراند بريات، فيك تتأهل أنت على الأولمبيكس بمجرد ما يكون تصنيفك العالمي تحت رقم معين. هذا الشيء فيك تعرفه قبل بوقت. إذا نحن منوصل أنه عندنا تصنيف اللي بدنا إياه فينا نحافظ عليه ومنكون عارفين أنه نحن رايحين على الأولمبيكس لو قبل فترة كتير، يعني فترة كتير طويلة. هذا الشيء ممكن يصير بيعطينا وقت أكتر. تاني طريقة هي التصفيات مثل اللي صارت بالأردن سنة الماضية لطوكيو 2020. مثل ما قالت انزركنا بالوقت لأنه تأجلت وبنعملها ما بتنعمل صار في كتير دباع على الموضوع. يوجولي أكيد بيكون معنا مينيموم 6-7 أشهر لهيدا الموضوع. 6-7 أشهر إذا حدا مأهل على الأولمبيكس برجع بقولك بيقدر يعمل ساكريفيس يقفي سيمستر بالجامعة ويحط كل الأفر تبعه تيقدر يحضر تصير هالميدالية اللي عم تحكي عنها بمتناولنا. اكيد بدها كمان مبالغ ماليه طائله، يعني بدك دوله توقف حدك لتقدر تعمل اللي عم تعمله. يعني ليتيسيا بدي ارجع اقول لك مبروك لك ولكل عائله تايكواندو بلبنان. بدي اسالك شو بتوعديهم لرفقاتك اللاعبين واللاعبات؟ يعني هالنتيجه اللي عملتيها عم تعطيهم امل انه هن كمان قادرين يعملوا مثل ما انت عم تعملي، شو بتقولي لهم؟ انه هن عم يتمرنوا مثلي وهن كثير عم يساعدوني، يعني إذا أنا قدرت أحقق هيك ميدالية هنا كمان فيهم. أوكي. بتطلبي منهم إنه يكفوا التمرين على نفس الليفل يلي عم يتمرنوا عليه ولا يزيدوا؟ إذا فيهم يزيدوا أكيد، بس نحن هلا كثير عم نتمرن منيح وعلى ليفل كثير عالي، يعني يضلوا مكملين هيك. طيب. رالف بدي أختم معك هالحلقة من ريبلاي لأسألك وين شايف مستقبل التايكواندو؟ أنت مدير المنتخبات الوطنية. وين شايف مستقبل التايكواندو اللبناني؟ بقدر اقول لك انه وضع المنتخبات اللبنانيه يمكن هلا من احسن الفترات اللي عم يقطع فيها. النتائج اللي تحققت مؤخرا هن دليل على هالشيء. اكيد عندنا شغل كثير نعمله، كثير كبير بدنا نعمله. نحن اليوم عم بمرحله بدنا نبلش سيزون جديده، بده يطلع منتخب جديد. كمان هذا المنتخب الجديد رح ينشغل عليه مشان تنبني، مشان بطولة العالم اللي جاي مشان تنعلي الرانكينج تبع كل لعيبتنا اللي بلبنان، عأمل نقدر نتأهل وعأمل نقدر نفوت على الجراند بريات. أنا بدي أشكركم. تفضل، عندك شيء بعد تقوله؟ لا، بس أنا كان بدي كمان أشكر كل الجهود اللي عم تنعمل من الاتحاد من رئيسه لأعضائه. برجع بقول لولا الفيجن تبع رئيس الاتحاد والأعضاء نحن ما بنقدر نعمل اللي عم نعمله. هيدا شيء بنشكره عليه أكيد. ونحن كمان بدنا نتشكركم. بدي اشكر ليتيسيا واهلها الداعمينها. بدي اشكرك انت رالف وكل عائله اتحاد التايكواندو لانه بالحقيقه عم ترفعوا راس الرياضه اللبنانيه يلي بكثير محلات بيكون راسها اذا فينا نقول واطي، وبتكون عم تستجدي انها تشارك بس للمشاركه والسياحه والسفر. وللاسف في بعض المحلات هلا عم نشوف هيدي الظاهره عم ترجع، بيقولوا رايحين يشاركوا ببطولات بآسيا وغير مكان، بيكونوا رايحين يعملوا سياحة بعكس التعب يلي عم تتعبوه أنتوا بالتايكواندو بغيركم من الاتحادات يلي فعلا بتقدر الرياضيين والرياضيات. إن شاء الله يكون في نظرة مختلفة من الدولة اللبنانية ومن المسؤولين عن الرياضة بلبنان للرياضيين والرياضيات مثل ليتيسيا وغيرها. أنا بودعكم والأسبوع الجاي منكون بحلقة جديدة من ريبلاي.